مرحبا، انا اسمي هاشم غزال، انا بشتغل مسؤول المنجره في جمعيه اطفالنا للصم. انا بما اني المسؤول بوزع المهام، واحنا بنصنع عده اثاث، في تحف صغيره، اسره او غرف سفره، اطقم كنب. طبعا اي حدا ممكن يطلب الطلبيه بننفذها حسب الطلبيه تبعته. بنعلم كمان الشباب من ذوي الاعاقه السمعيه وبدون اعاقه سمعيه دورات صناعه الخشب على اساس اللي هي كيف تصنيع الخشب والارابيسك، وبعد 3 أشهر بنعملهم تقييم، وبعد هيك بنتم تشغيلهم خارج الجمعيه. طبعا الحمد لله رب العالمين، الصم بيكونوا كثير مبسوطين لما يكونوا يلاقوا حدا بيهتم فيهم بلغه الاشاره. احيانا بعض الاعاقات الاخرى ممكن انه يكونوا يعجزوا عن التواصل بلغه الاشاره، لكن احنا بنأهلهم وبنعلمهم انهم هم يتعلموا لغه الاشاره. الهدف بيكون في البدايه تاهيلهم ومعرفتهم بالاعاقات وكيفيه التعامل مع كل اعاقه، والهدف الدمج ما بين الاعاقات، سواء عندنا كمان بدون اعاقه واشخاص باعاقه، على اساس انه احنا كلهيتنا مجتمع واحد. طبعا انا صح يمكن في البدايه كنا خايفين انه ما حدش حيهتم في هاي المنتجات، لكن وهذا كان كثير دائما نفكر فيه، لكن الحمد لله لما احنا منتجاتنا بتنباع وبتصل لجميع انحاء العالم، هذا بيعزز ثقتنا بنفسنا وبخلينا انه نضلنا نستمر انه بهذا الشغل، على اساس انه نثبت للعالم انه احنا قادرين نعمل كل شيء، وباستمرار احنا في عندنا تصاميم جديده ومنتجات جديده. فاحيانا بيكون انه لما يجوا طلبيه جديده ممكن يكون شويه تخوف، بس الحمد لله وقت ما ننجزها بيكون عندنا احتفال لان احنا قدرنا ننجزها. طبعا هاي المنتجات اللي احنا شايفينها جميعها صنعت بايدي الشباب والفتيات ذوي الاعاقه السمعيه، هدفهم في تصنيعها الدقه والاتقان، ويوصلوا للعالم رساله انه احنا قادرين نصل بمنتجاتنا لجميع انحاء العالم. والحمد لله بتم تسويق المنتجات لجميع انحاء العالم عن طريق عندنا نظام اللي هو الشراء عبر الانترنت، وبتم تسويقها وشحنها حسب شو الدوله اللي هم طالبينها او ماكين فيها. التسويق كمان بيتم داخلي في قطاع غزه. المنتجات هاي كلهيتها هدفها اللي هي الحفاظ على التراث بما يتواكب مع الموضه الحديثه، على اساس انه احتفاظنا بالتراث بس بما على اساس انه الناس انها تاخذ ايش اللي مواكبين للموضه. طبعا اختيار الالوان والتصاميم والزخارف هاي كلهيتها تصنع وتصمم من قبل الشباب والفتيات ذوي الاعاقه السمعيه. طبعا في عندنا اللي هو عده اشياء، اللي هو المطرزات بجميع انواعها، الثياب، جاكيتات، شنط، محافظ، بيوت ندارات، بيوت جولات. في عندنا قسم الخشبيات، الاثاث من غرف نوم، غرف سفره، كنب، صالونات، ديكورات، وكمان اللي هي الاشياء الديكورات الخفيفه اللي بتزين المنزل مثل بعض الصناديق، بعض النقف، وبدخل فيها صناعه الارابيسك. في كمان عندنا اللي هو منتجات السيراميك، وكل هاي تصنع داخليا. في عندنا قسم او منتجات اللي هي خاصه بالنسيج البسط والنول المجدلاوي، وهاي كلها هيتها بتم موائمتها. احيانا ممكن ان نشوف بعض المنتج داخل فيه اشياء، يعني تطريز مع خشب، سيراميك مع خشب، وهكذا.